فقرة خطار، واقع التعليم الجامعي في ظل جائحة كورونا في عموم محافظات وجامعات العراق، كيف استطاعت الكوادر التعليمية السيطرة على التبعات التي لحقت جراء هذه الجائحة من التعلم عن بعد وبالإضافة إلى ظروف عديدة ومختلفة؟ لنحكي بهذا الموضوع بشكل مفصل اسمحوا لي أرحب معنا عبر سكايب بمعاون عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور نعيم صباح. صباح مساء الخير دكتور نعيم وأهلا وسهلا فيك. يا مرحبا، يا اهلا وسهلا باستاذات، وشكرا جزيلا لحضرتك ولقناه سامراء لمتابعتها المستمره لكل نشاطات جامعه البصره وخصوصا كليه الاداره والاقتصاد. اهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بدي ابدا دكتور تحديدا في ظل هذه الجائحه، ظروف استثنائيه عديده مرت فيها العديد من دول العالم وبالاضافه التعليم الجامعي في العالم وفي العراق، يعني طالوا من ظل هذه التبعات او التغيرات اللي حدثت نتيجه هذه الجائحه، تعلم عن بعد وظروف استثنائيه عديده، احكي لنا عن هذه التجربه في جامعه البصره تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. التجربة طبعا تجربة التعليم الإلكتروني تجربة جديدة، يعني ما كانت بشكل متأصلة بالجامعة، الجامعة في الجامعات العراقية أو الجامعات العالمية تعتمد أساسا بأدائها أو إيصال معلوماتها للطلبة من خلال التعليم الحضوري، لكن واقع الحال بعد الأزمة وأزمة كورونا اتجهت بشكل سريع الجامعة في البصرة باتخاذ خطوات كبيرة جدا نحو التعليم الإلكتروني، ليس فقط من ناحية التعليم الإلكتروني وإنما أيضا ساهمت بمساهمات كبيرة في العديد من الإنجازات العلمية لمختبرات الجامعة في دعم الجائحة، يعني في دعم معالجة كثير من المشاكل. بالنسبة للتعليم الإلكتروني أصبح توجيه مركزي سواء كان من الوزارة أو من رأس جامعة البصرة بسرعة إنجاز كل متطلبات التعليم الإلكتروني، سواء كان بتوفير المختبرات، توفير الاستوديوهات لإلقاء المحاضرات. نعم، بدأت الخطوات الأولى نهيئ طلبتنا استقبال تجربة التعليم الإلكتروني، وطبعا صارت كثير من المشاكل بالبداية، عدم وضوح الرؤية بالنسبة للطلبة. كثير من الطلبة كانوا عندهم عزوف كامل أنه يشتركون بالمحاضرات الإلكترونية أول ما بدأت، لكن من خلال التواصل سواء كان بصورة مباشرة من لقاءاتنا بالطلبة وأيضا لقاءات مباشرة من السيد رئيس جامعة البصرة، قدرنا نوجد فئات كثيرة من الشباب بالمراحل الدراسية، وقدرنا أنه نوصل لهم فكرة أهمية التعليم الإلكتروني وبالنسبة لتطبيق قوانين الحظر الشامل بالنسبة لوزارة الصحة، فما عندنا طريق حاليا إلا هذا الطريق إذا تردون مستقبلكم. وبالفعل تجاوبت كثير من الفئات الطلبة وبدأوا يدخلون، بعد ما كانوا عازفين عن دخول المحاضرات بدأت يبدي ينتشر التعليم الإلكتروني، والحمد لله والشكر كانت تجربة يعني نتائجها غير متوقعة. نعم. خلال السنة طيب الماضية. دكتور اسمح لي، يعني إذا بدنا نحكي عن نتائج هذه التجربة وأيضا تقييمك لأداء الطلبة بعد خوض هذه التجربة الجديدة، كيف بتقيمهم؟ الحمد لله والشكر كانت النتائج غير متوقعة، يعني ممتازة. الأداء الامتحانات اليومية والشهرية أعطت الطالب تجربة ومرونة شلون يجي يمتحن بالامتحانات النهائية، يدخل من خلال الكورسات وأيضا خلال الفصول الدراسية الإلكترونية، ويقدر يجاوب الأسئلة اللي أعطيناها تجربة خلال يعني الامتحانات الفصلية أو الشهرية، قدر انه ياخذ هاي التجربه وياه، وصارت عمليه الاجابه من خلال البرنامج الالكتروني، المنصات الالكترونيه كانت عنده بشكل جيد. ف يعني النتائج اللي تحققت من خلال ايضا متابعه مستمره من الغرفه الالكترونيه بالوزاره وغرفه الكترونيه بالجامعه، وتتابع عمليه اداء الامتحانات لكل الكليات وبجميع التخصصات.
فكانت نعم. نتائج طبعا مرضية بالنسبة للطلبة وللجامعة وللوزارة، الحمد لله والشكر. نعم الحمد لله. يعني دكتور كما تعلم يعني هذه التجربة هي كانت استثنائية وأيضا يعني إجبارية على العديد من الجامعات في الوطن العربي ككل بعد خوض هذه التجربة، لكن هي حاجة ضرورية. يعني كثير من الجامعات في الوطن العربي أعلنت بأنه رح تصير هذه التجربة جزء من عملية التعليم الوجاهي أيضا بعد انتهاء هذه الجائحة، يعني لحتى أنه إحنا نكون متواكبين مع التعليم الحديث. هل باعتقادك أنه الجامعات في العراق ككل قادرة على مواكبة هذه التجربة من جديد والاستمرارية فيها، وهل نتائجها على المدى البعيد ستكون فعلا مرضية لجميع الأطراف؟ لا أكيد، يعني هي إحنا التجربة كانت البداية أنه نمشي بها نحقق الخطوات الأولى لمعالجة مشكلة الجائحة. نعم. لكن بعد مراجعة النتائج اللي حققتها الجامعات بشكل عام وجامعة البصرة بشكل خاص، الحمد لله والشكر انه صار اصرار انه هذا التعليم الالكتروني ايضا راح يكون تعليم موازي للتعليم الحضوري خلال السنوات القادمه. ايضا تهيئت البنى التحتيه في جامعه البصره في اداره التعليم الالكتروني، يعني كان حافز السيد رئيس جامعه البصره الدكتور سعيد الشاهين باستمرار وطلب من عديد ايضا خاصه النفط بدعم الجامعه بالجانب الالكتروني، وصار جزء من التنسيق ايضا للحصول على بعض السيرفرات اللي تدعم التعليم الالكتروني. فالحمد لله والشكر يعني وضعنا خطوات اساسيه ليس لخوض التجربه خلال فتره الجائحه فقط، وانما راح تكون كاساس في التعليم الالكتروني مستقبلا. تقريبا كل الجامعات العراقيه عندها هذه الخطوات، وايضا بتوجيه وزاري انه تكون التعليم الالكتروني مساند ايضا للتعليم الحضوري. نعم. طيب يعني هذه التجربة بعد خوضها أكيد يعني كان هناك نتائج مثل ما ذكرت هي رح تكون جيدة على المدى البعيد، وبالإضافة كمان يعني هي كثير من الطلاب أثبتوا نجاحاتهم وأيضا أنهم قادرين على خوض هذه التجربة بكل نجاح وأيضا بكل حب، يعني في كان تفاعل مع قسم كبير من الطلبة. أنت كيف شفت أداء الطلاب من ناحية انسجامهم مع هذه التجربة التعلم الإلكتروني؟ هل هناك كان في رغبة حقيقية من الطلاب أم كان في صعوبة في التعليم وأيضا إيصال المعلومة؟ طبعا هي تختلف. إحنا جامعة البصرة يعني حقيقة للتاريخ صار دعم بصورة مباشرة من السيد رئيس الجامعة، يعني حتى عندنا بعض الطلبة اللي يكون حالتهم شوية مادية تعبانة صار تبليغ انه ان الجامعة مولت الكثير من الطلاب سواء بالتابات او التليفونات، سواء هي بالتعاون يعني مع بعض الشركات النفطية انطت مجموعة من الدعم للجامعة بالتابات والتليفونات، الجامعة اشترت مجموعة كبيرة، صار تحفيز من انه نمطي ارصدة للطلاب اللي ما كان عندهم امكانية الاشتراك عن طريق النت صيب مفتوح خلال التعليم الالكتروني. الطالب حس انه الجامعه مهتمه انه ما رضي عليه السنوات الدراسيه، ما ضيع سنه من عمره. فنس هذا الاندفاع، بادر الجامعه انه ايضا هو يكون بمستوى المسؤوليه، وهذا اللي صار بين الجامعه والكليات والطلبه، قدرنا انه تنجح التجربه. والطلبه حاليا الحمد لله والشكر يعني يمكن هم قبل فتره يقولون احنا ما عندنا مشكله انه بعض المواد حتى بها رياضيات نقدر الاساتذه جاي يسهلون، وايضا التعليم الالكتروني اصبح يعني اكثر ممارسه يساعدهم. يعني نوعا من التكامل صار بين رغبه الطالب ورغبه الكليه والقسم العلمي. هذا التكامل هو حفز الى نجاح التجربه، طبعا اذلال الكثير من المشاكل اللي يعاني معها الطلبه والاستاذ الجامعي ايضا، هي هذه ايضا نوع من الحلول الممتازه اللي تمدت جامعه البصره. جميل جدا. يعني هذه كانت حلول خلينا نحكي عملية لمساعدة الطلبة لتوفر لحتى تكون متوفرة كافة التقنيات للتعلم عن بعد. الأبحاث العلمية أيضا البرامج العلمية المختلفة، هل هناك كان دور وتعاون وخصوصا من كلية الاقتصاد مع الطلبة في جامعة البصرة؟ أكيد أكيد.
أكيد بالنسبة أول مرة لتذليل المشاكل مع الطلبة أنطت نوع من الاهتمام بالنسبة للطالب والتحفيز. اثنين البحوث العلمية تميزت جامعة البصرة بإنجاز كثير من البحوث العلمية، والحمد لله والشكر تقريبا احنا الجامعة العراقية الأولى بالتصنيف التايمز هذه السنة السنة الماضية، يعني نتيجة كثرة البحوث اللي تم إنجازها خاصة براءات الاختراع، صارت عندنا عدة براءات اختراع نتيجة الاهتمام بالجانب البحث العلمي. فالحمد لله والشكر تقريبا أداء جامعة البصرة السنة الماضية وهذه السنة أداء مشرف، يعني الجامعة والوزارة وكل المؤسسات العالمية بدأت أنه تظهر اهتمامها أيضا بالنشاط اللي جاي تحققه جامعة البصرة. نعم. وحتى الجانب الآخر الجانب الجائحة اللي أنا أردت أشير للبداية من يعني جائحة كورونا أيضا إحنا ساعات نقول بعض الأمور تفيد لما الإنسان يوضع على المحك، يعني المساحات اللي أنتجتها جامعة البصرة ووزعتها تقريبا على جميع محافظات العراق في الخاصة في فترة الجائحة الفترة الأولى، أيضا استطاعت الجامعة تزويد كل المحافظات في المساحات الجائحة الكورونا، وأيضا كانت بصورة مجانية، يعني هدف سيد رئيس الجامعة أنه توصيل هذه المساحات لكل المحافظات، تقريبا ماكو محافظة ما زودت الجامعة كلها مجانية على حساب الجامعة. نعم، يعني دكتور نعيم إذا بدي أختم في سؤال رح أختم بفكرة أنه نشاط جيد. نعم، إذا بدي أختم بفكرة وبسؤال اللي هو يعني تجربة التعلم عن بعد هي تجربة كانت رغم عن كل الطلبة حتى لو كانوا قابلينها أو غير قابلين هذه التجربة، لكن في حال يعني إحنا ما بنعرف الظروف القادمة إيش رح تكون، في حال استمرار لا قدر الله هذه الجائحة أو استمرار التعلم عن بعد في الجامعات العراقية، هل باعتقادك هذا الشيء رح يكون يصب بالنهاية لمصلحة الطالب أم إحنا بحاجة دائما لعودة التعلم الوجاهي؟ لا أكيد التعلم الحضوري يعني أساسي، التعلم الحضوري أساسي، لكن يبقى أن هذه الظروف استثنائية. نعم. يعني يمكن حتى البارحة الوزارة تقول أنه يبقى التعليم الحضوري للسنة القادمة، يعني توقعون يصير تعليم حضوري، لكن يبقى التعليم الإلكتروني هو مساند إليه. التعليم الحضوري حضرتك تعرفين انه اكثر تفاعل يصير مع الطالب، هسه صح اكو تفاعل الكتروني تقدر تسال الطالب والطالب يجاوب، بس من تكون يعني المواجهه بالمحاضره تقدر تميز ايضا الطلاب الجيدين الغير جيد، يعني هذا شوي احنا ممكن بعض الطلاب عندنا الخاصه الطلاب الكفؤين يعني يحس انه يقول لك انا يعني جاي احس ما اخذ دوري مثل ما انا موجود بالقاعه. فيعني اذا الله لا قدر وصار بقى التعليم الالكتروني فالجامعه الحمد لله والشكر والكليه بدار اقصاد ايضا يعني طورت انظمتها التعليميه، برامج التعليميه، كثير من الامور باستمرار جاي تتواكب نحو ايجاد افضل الطرق الالكترونيه. وننتظر ان شاء الله السنه الجايه بركات الله يصير التعليم حضوري والكتروني بشكل اوسع. نعم. وايضا العالم كله نرتاح من هذا الجائحه الحمد لله. نعم باذن الله تعالى، احنا نشكر جهودكم طبعا دكتور نعيم صباح، ونشكر ايضا كل العاملين في الجامعات وبالاخص جامعه البصره على هذه الجهود، يعني جهودكم مشكوره صراحه خلال هذه الفتره وهذه الجائحه، وايضا نتمنى التوفيق لجميع ابنائنا الطلبه. الدكتور نعيم صباح معاون عميد كليه الاداره والاقتصاد في جامعه البصره، شكرا جدا لوجودك معنا لليوم، كل الشكر. الله يحفظك، شكرا جزيلا، شكرا موصول لحضرتك، شكرا جزيلا لقناه السمره.